بسم الله الرحمن الرحيم. لواء أحرار 15 إزار سرية الشهيد عز الدين الأقدم، تقوم بالمرابطة على حاجز الدهمان والطرار. معنا الآن أحد عناصر لواء أحرار 15 إزار. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا تقومون هنا مرابطين؟ نقوم بالمرابطة لمنع وصد أي هجوم للجيش باتجاه القرية، ونحن بإذن الله مرابطون ليلا نهارا، ونتصدى لهم بإذن الله رغم العتاد الموجود بين يدينا السلاح الفردي، ونحن مستعدون لصد أي هجوم إن كان، وبإذن الله تعالى ولا نسأل لا عن بشار ولا عن أعوانه بإذن الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذه المرابطون على حاجز الدهمان، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هنا تقوم بقنص نحن هنا نقوم في قنص عناصر الدهمان، كل ما بيرفع واحد رأسه بإذن الله تعالى نحن له في المرصاد نقوم بقنصه. الله. والحمد لله رب العالمين. هذا هو حاجز الدهمان، يعني بتمنعه أنه أي امداد يجي لعنده من معسكر الحمدي؟ إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى رغم العتاد الضعيف والفردي، يعني أكثر من هيك سلاح معنا الحمد لله رب العالمين. رغم هذا السلاح نقوم بالتصدي والمعنويات إن شاء الله 100%. الله أكبر الله يقويكم. الله يسلمك يا رب. الله أكبر والعزة لله، وسوف نقوم حتى النصر بإذن الله. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك يا رب. هذا حاجز الدهمان، تقوم سرية الشهيد عز الدين الأقدي التابعة للواء أحرار 15 إزار بالمرابطة والقنص على الحاجز.